إذا صرت رئيس إيش بتعمل؟ خلونا نشوف. رئيس إيش بس؟ ما عندي فكرة يعني إنه صير رئيس. نظبط الوضع. إنك إذا صرت رئيس بدك تعمل هون النوادي الرياضية كلها، مو هيك؟ إن شاء الله. رئيس؟ إيه. يلا أنا مالي رئيس. الأدلب يعني؟ والله بعمل جنة أكتر من هيك يعني. أول شغلة بفتح معامل. والله بنظم ها. حقق العدالة الاجتماعية بالعلم والعدل والحرية. هلا العدل في البداية هو الأساس. وقت بيكون موجود العدل و. الشعب بيحبك وانت بتحبه وبتحسن تبني الدولة. اهم شيء احياء جيل مثقف، لانه هو بده هو الجيل ممكن تنهض الدولة على اساسه. بحسن وضع سوريا، بحسن وضع العالم كله اللي تهجرت. يعني افضل شيء انه يحسن معيشة الناس. طيب شعب طالبك بالحرية؟ طبعا هاي حرية للشعب كله. شوف ايش الحرية اللي بده اياها. اكيد بس ضمن معايير ما تخريب. والشعب طلبك من اول يوم في الاستقاله. بستقيل ليش ما استقيل؟ بس ليش؟ قولوا بالكم شوي يعني ما معقول من اول يوم ايش في؟ اذا في واحد احسن مني بيطلع، حلو التبديل والتغيير، ما ضروري واحد يثبت في الكرسي تم قاعد. هلا اكيد راح استقيل بس انا ما راح خلي يطالب بهالاستقاله. قال الملك عقيم ومن نازعنا قميصنا نازعناه روحه. على اجل الاغلبيه ايه اكيد بس اذا كان في شوي بيكونوا ما كويسين. مستحيل استقيل. بتبسط وقت اللي بيكون ما بأمل هون شيء ما بحق لي أضل أنا محطوط في هالمنصب لتخدم الناس. طلع بإيدك الله يعطيك ألف عافية، كمان ما طلع بإيدك تعطي فرصة لغيرك بأنه بيجوز يكون غيرك أفضل منك. العب يبرك بالكرسي بالحديقة يقولوا له ضع بعدنا نبرك مطرحك ما بيباعي شلون بدي استقال بأول يوم. استقيل يا السريع يا والله مشان ما يصير مشاكل يعني. بس أنا دكان ما عندي كيف دي استلم رئيس أنا.